مقامكم وروحا لكم الريحان الطيبه. قصايد مطرزه بنعيمه انشاد هاي طرف موال واللي تصدقنا ورفعوا خيمه. انت وانا نبنيو مستقبل لبوردو بلا غطا وتادو حبال، وحنا ما تبنا خيمه باسره سمها من حال الحال ومن حال الوجود ما بقات عديمه. اليوم قاصد نفصح باقوال خوتي وحدا المهمه ما تبا وخلا ومفتيور خدام تكسب الخوت شي الجمعية ما بقى مشحوت بسمارة وطعمة بسطاد الحوت بنغمشة خدا وطلحة زندة صغار ولا خد فايد انا مصطفى القاري موجاز حد قداري ما طبعي معجاز عمري 4 قرن بالغاز ومن تقل صبري لابس من الباز زقاق السوايع رزقي نقاز وزارع القرايه عزرها فاز الحال هكذا حالنا ديما نابت بالدل الاحوال من عبسه بسيمه يا نساء ورجال نكد لا هزيمه يا شباب واطفال بالشهاد والعزيمه لي سب الغصان وعطى المشروع قيمة غدا يحقق أمال ويفوز بعديمة تكون هاري تكون بطري هاري نوقع أمان ونتسلم ديبلوم والجمعية قالت مرحبا باللي جاني واللي حق طمارات ما بقى معمو هكذا حالنا ديما لابس بدل الأحوال من عبسة بسيمة يا نساء ورجال أنكد لا هزيمة يا شباب وأطفال باجتهاد وعزيمة لي يسب البستان وعطى المشروع قيمة غدا يحقق أمال ويفوز بغنيمة ندرس في التكوين في أكاديم تسليم ديبلوم نسدد خصاص الزمن هذا المدرسة تعليم ندرس بأجرة تعليم الخاص الحال هكذا حالنا ديما ثابت بدل الأحوال من عبسة بسيمة يا نساء ورجال لن قد لا هزيمة يا شباب وأطفال باجتهاد وعزيمة اللي يسب البستان وعطى المشروع قيمة غدا يحقق أمال ويفوز بغنيمة بجودة وتفعيل ما أنا قاري من غلط المدرسة حلمي يتحقق البات كاري ونصبح شاري واللي صفق الصدق يصدق جمعية الأمل صادقات على قراري واللي هان رجال جمعي صفق ولا سمحوا الخوان قدم واحد من الخوان خويا اللي على المحال اطربنا بانغام الحال مرحبا بخويا سفيان انا خو مصطفى لطيف وحسام عز امي حاده اعتزوا النسوان بعد الايام عمري 17 عام من 9 طردوني من ليك سلان بتياع الشرف اسرب الاحلام لا حرف لا معرفه ترفع لي الشان بعت الديطاي وسيرت صباط القدام
بطال القفاز ينقل الزوال، لسان العائله يقدح بالكلام، والاسره يا حسره تقول انا عيان. التكوين نرقى ونزيد القدام، والصنعه السره تفهم واتقان، الكهرباء نصارع ديجور الظلام، نخترع سياره بلا زهير ولا دخان. لجمعيه الامل مني تحيه وسلام، وجميع الحاضرين الذين شرفوا المكان، وشكرا. فرصة ثانية نهز الراس للجيل الجديد تحت الباس، أغرس أغرس لا هم لا وسواس، ولكت جمعية الأمل وتقل عمل حققنا ربي الأمل. ما نعيش أنا في الغاز لا ولا مقطع عياس، هنا تكويني ساس ودبلومي قرطاس، دابا نولي لاباس ونعيش بحال الناس. بالفرصة ثانية نهز الراس، نهز الراس للجيل الجديد يحد الباس، أغرس أغرس لا هم لا وسواس، واللي قصد جمعية الأمل اللي قصد جمعية الأمل وتقل العمل غادي يحقنا ربي الأمل. من بعد موي حاد لو في صوفيا غريفة 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 من بعد موي حاد لو في صوفيا كلمة غريفة وكلمة خفيفة بسد فتان وطيب ألحان طربوا بشدة ختمة لطيفة. بدوا قادينا في النية والفقر زينة حصرية، بصنعة بصنعة مواتية ومزية، نصور رزقي بيدية، نبدع بغيرة مغربية ونتقن صنعة تقليدية. من حال الحال هكذا حالنا ديما، دابت بتبدل الأحوال من عبشة بسيمة، يا نساء ورجال من كد لا هزيمة، يا شباب وأطفال في الشهاد وعزيمة، اللي سبق وسار وعطى المشروع قيمة، غدا يحقق أمال ويفوز بغنيمة. الحلاقة نقاء وأناقة، والطرف غير مفلاقة، والطبخ البقاء والواقة، والصنعة المتقونة مرزاقة. من حال الحال هكذا حالنا ديما، دابا تبدل الأحوال من عبسة بسيمة، يا نساء ورجال لا نكد لا هزيمة، يا شباب وأطفال بالشهاد والعزيمة، اللي سب مستشار وعطى المشروع قيمة، غدا يحقق أمال ويفوز بغنيمة. هنيا ليكم وليا روح الأمية المهنية، ونشكر أزياد الزراوية وجميع المساهمين في التعليمية، وعيش فخري السادس والأطفال العلوية. يهمني وكيتي وما بيا سعدية ولدي بجدان، خلق رايتو فوق ست الحدايا، طعسو نفسه وضاميرو مدام، اليوم بغا يكمل القراية، واللي تاب من خطاه ما يتلام، من تربية الغير النظامية، التربية يدعمها نظام، بنظام محبوك ونغمة فنية، يتربنا جميع ولدي حسام. صلاة والسلام على رسول الله، يا جايلة جا سيدنا محمد، الله معاه الشال علي. فعند سنين عمري 10، كلام في راسها وانا برا، الشهادة عشت الحضرة، واليوم غادي نرجع للقرا. الحال هكذا حالنا ديما، دابا تبدل الأحوال من عبسة بسيمة، يا نساء ورجال لا نكد لا هزيمة، يا شباب وأطفال بالشهاد والعزيمة، اللي سبق وسال وعطى المشروع قيمة، غدا يحقق أمال ويفوز بغنيمة. نقراو المعاملات والمجهالة، الجهد والجهد والبعد كسالة، صحاب الإدماج مطارها الطالة، نسقى ونفوح ما يكون ورضا مدبالة، التربية النظامية طريقي وصالة، نقرا ونرقى ونكون سيد رجالة كينا ولا لا.